تحديد لك كيفك الجديد. نرحب فيك على موقع طيدة تنان. خبرينا عن الغنية وعن سرعة. اليوم عم نصور غنية جديدة، غنية ما كنت ان شاء الله. هي الغنية من كلمات احمد ماضي والحان حسن زياد، وتوزيع حسن زياد لاول مرة كان بيوزع. اجواء كثير منظومة. نحن عم نصور بمنطقة برج حمود ببيروت، اخذين اذا بدك تقول سطحين، بنيتين سطحين، شباب على سطح وبنات على سطح، وعاملين هيك بين كومبيتيسيون على لوم، على يعني هضامة على سؤالة تين ايجر او صبايا وشباب الحي. هلا اغنية هيدي بعد ما نزلت، وحبيت انه انزلها بكليب وفرد مرة هيك الناس تشوفها وتسمعها سوا. شو تحضيرات جديدة لألبوم كامل؟ هو المفترض كان هاي الأغنية بين الألبوم تبعي، بس السفر الدائم عم بيأثرني إني أحط صوتي على الأغاني أو إني أتابع مرحلة التوزيع، لأنه كل أغاني الألبوم ما فينا أحكي. بس أول شهر الجاي رح صور إعلان لمنتج عالمي، ما فينا هلا أحكي عنه. مكياجي؟ من بعد مكياجي بنرجع نحكي عنه أكيد بوقتها، وخبركم عندي هيك الشهر الجاي حفلة معاهم أكيد بنرجع لوقتها نحكي فيه. أنا دايما معك وقت عيال. طب خبرنا إنه مشيتنا على السطوح كالملك ليك ميريان فارس، خبرنا شو الفكرة وشو نجح؟ يعني اصلا فكره الكليب شوي اذا بدك ترجع على ايام زمان على السطوح، اذا بدك من الزمانات كانوا بدك تعمل اعياد الميلاد او الاعراس كانوا يطلعوا يعملوها على السطوح. ومريم عطتنا غنيه موسيقى شرقيه قديمه، يعني بتذكرنا بايام زمان، حسيت في نوع من التحدي، لانه هي الغنيه اذا بدك نوعا ما ديو، مش ديو اذا بدك غنى حلو، بس يعني الشاب اللي عم بغني معه، بس انه هيك بس كملت. شو انت ارتبط اسمك بميريام دائما باطلالات غريبه وجميله، خبرنا اليوم شو عملنا لك؟ اليوم الكليب كمان كثير حلو، اضافه جديده لمشوار لميريام الفني اللي دائما فيه متجدد بكل شيء. انا بحس ميريام كمان مجتهده، وهو اللوك حيكون شوي جديد على ميريام، وحيكون يعني يتناسب بهيدي القصه، وطبعا في اكثر من لوك ان شاء الله حيعجبكم، لكن هو فيه شوي فيه لوك فيه كثير من البساطه بيناسب الاجواء الكويسه. طلعت اسمك بميريام، خبرنا اليوم شو محضر لها لميريام جديد؟ نحن اليوم شغالين على ثلاث لوكات انسبايرد باي ذا 60s، فاشتغلنا اول لوك كثير مهضوم كثير شعبي very colorful، ثاني لوك اخذين شوي فستان كاكورابان مطورينه حاطين الالوان اللي كانوا بالستيز. لحالها ميريام عم تتقعد تفسر لك عن الكليب، هيك بيطلع معك اشياء جديده ما بكون انا حطكم براسي انه طلع علي. We'll be right back.